يحوم وش يقولون يا حسين وين اللي تربينا بحجرها راحة ولا ردت ولا ندريش خبرها يا ما تقلبنا ونمنا على صدرها ويا ما على الذرعان شالتنا ولمتم أجركم الله لا زال علي يرتل آيات الكتاب على قبر فاطمة ودموعه تتلألأ على خده يقول أصحاب المنبر هومت عيناه للنوم تعبان أبو حسين يا مؤمن تعبان هون يا يتامى هو فقد العزيزة هو تكالب هذه الأمة عليه متعب متعب عليه هومت عيناه للنوم فرأى الزهرة أمامه يا علي ما تصنع على قبري قال يا زهرة أنت أوصيتني أنا أتعاهد قبرك بتلاوة القرآن قالت يا علي لحق على زينب فلقد استيقظت من نومها ورأت الدار خالية من جمالك خايفة عليها يا علي قام أمير المؤمنين هرول إلى الدار وصل إلى الباب فتح الباب الشاف يا مؤمن رأى تلك اليتيمة تحوم في صحن الدار الدق على صدرها وعلى رأسها تقول يا يما الليل بعدك ما أنام الله لا يروع عليكم صغيرة يا يما الليل بعدك ما نام يا يما البيت واحشني بظلام يا يما يا الدهر صوبنا بس هام يا وصرنا عقب عينك يتغم ضمها علي إلى صدره راد يخفف عليها أحزانها يمسح دموعها وإذا بتلك الصغيرة تشير بسبابتها إلى موضع من المواضع رفع علي رأسه إلى أين تشير زينب وإذا بها تشير بسبابتها إلى باب الدار وإيش تريدين يا زينب قالت دخيلك 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 يا علي يا بشيل الباب من هالدار قلب شلون يتحمل انظر وانظر المسمار علي هذا كسر ضلع امي وشفت الضلع يا كرار هذا الباب بالعصرة سقطها وكسر ضلعين يا ابويا شوف هالمسمار بعد مخضب بدمه يا ابويا شوف هالمسمار بعد مخضب بدمه انا بعيني شفت امي وساط العبد يلمه
عصرها يا علي وطاحت ومحسن يعتفر يمها وماتت أمي الزهرة وترجع لي بعد من وين إلهي بفاطمة أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمام زماننا اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن خيارة المستشهدين بين يديه سيدي ومولاي اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين الفاتحة الله يرحمه.